مرحبا. فسحة أمل للشباب اللي فقدوا قدرة الحصول على مسكن لائق بعد الأزمة المالية 2019، وتتمثل بإعلان مصرف الإسكان العودة لمنح قروض لذوي الدخل المحدود تبلغ قيمة القرض 1 مليار ليرة لبنانية، أي ما يساوي نحو 37,000 دولار أمريكي، تقسط على 30 عام بفائدة 5%. أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب أنه خلال 45 يوماً سيفتح باب تقديم طلبات قروض الإسكان وفق شروط عادية وضمن الريف وفي ضواحي المدن والمناطق. ومزيد من التفاصيل نطلع عليها مع المدير العام للمصرف أنطوان حبيب الذي ينضم إلينا الآن عبر سكايب. إذن أستاذ أنطوان، ما هي شروط الحصول على القرض؟ وهل التسديد سيكون دائماً بالليرة اللبنانية؟ وما هو مقدار الفائدة؟ إن شروط الحصول على القرض السكني لبناء أو لشراء مسكن هو سقف 1 مليار ليرة في فائدة 5% على 30 سنة، وكذلك الأمل في ترميم المسكن من سقفه 400 مليون في فائدة كذلك الأمل 5% وعلى 10 سنين. ماذا عن قرض الطاقة الشمسية؟ وهل يمكن الحصول على قرضين في آن؟ بخصوص بيقدر يستفاد من قرض الطاقة الشمسية إذا كان عنده قرض سكني، هذا لا يمنع هذا. القرض الطاقة الشمسية هو لخمسة أمبير بسقفة 50 مليون ليرة ب5% على 5 سنين، وإذا كان 10 أمبير سقف القرض هو 75 مليون ليرة ب5% كذلك الأمل على 5 سنين. إذن رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب، شكرا لك. وعليه فإن الأمل في هذا البلاد لازال موجود من خلال هكذا مبادرات تحرك القطاعات كافة.